Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr, and you are watching Hanifa Online Quran Academy. In this class, inshaAllah Azza wa Jal, we will learn Surah Al-Kafirun. First, I will read word by word, then after that, I will read the whole surah. Let us start now. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سورة الكافرون مكية سورة الكافرون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها قل يا أيها كافرون كافرون لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد ولا أنا ولا أنا عابد عابد ما عبدتم ما عبدتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم وليا وليا دين دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين.